الحمد لله الذي نضر وجوه الآمين محجة نبيه البيضاء المرتادين مشرعها الروي السالكين سبيلها اللاحب السوي فخلع عليهم من سبحات وجهه أنوارا من نوره تسعى بين أيديهم وبأيمانهم فهم بها يقطعون مفاوز ما يدل فهم بها يقطعون ما يدلهم فهم بها يقطعون مفاوز ما يدلهم من الخطوب المحرقة ويدرؤون ما يأخذ من الصواعق المحرقة وبها يأنسون ساعة لا أنيس ولا من صديق حميم جين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار وقد كان العلماء خراسان حميد البلاء في خدمة السنة النبوية الغراء ونصرها ومن أعلامهم في طبقة مشايخ أصحاب الكتب الستة حميد بن زنجوي الأزدي النسوي المتوفى سنة 51 و200 وقد عرفه الناس راوية مسندا في كتاب الأموال وسواه وخفيت عليهم ضراعته في علم الرجال لفوات ما يقيسون به كفايته فيه والاعتذار عنهم أنهم ما وقعوا له على كتاب الطبقات ولا نسبوه حتى اختصت الخزانة اليوسفية المرابطية المراكشية بنسخة قيروانية باذخة منه فاعجب لتصاريف الأقدار حيث ألقت به وهو بعد كتاب مبطور من طرفيه لم يكن يصرفني عن تقدمته منذ سنوات إلا ما كنت أرتكس فيه من أوهد أحالت سعي عثارا متصلا وتلكؤا مضا كلما شرعت في تحقيقه وتصحيحه وشتان بين أصل حيزت له فروط الوثاقة وكفاك ناسخه والمتواردون بعده عليه من العلماء زلقاته وهناته فقصاراك أن تنسخه وتنير حنادسه بتعليقات هي في المحصلة أعلق بكفايتك وبلائك في الفهم من قدرتك على التصحيح وبين نسخة تطالعك غانية غيداء حزت فلذة من الحسن فكانت حتى إذا سيقت إليك فجزت الإبساس إلى الإمساس كشفت عن شمطاء غابرة في الداهرين حلت في إهاب حسناء فمهما أغضيت وتغافلت لم يسع أن تزايلك الغصة وتباينك الحسرة وموطن الاعتبار أن أصل هذا الكتاب أعجمي اصطلحت عليه نوب التصحيف وعلله ثم سيق له على قدر خط قيرواني رائع الحسن فعفى بالستر إلى حين على ما فيه وضرب بينه وبين حقيقته بسرادق حاجز وأغراني به فلا تسل عما عناني منه ما أنت أول سال غره قمر ورائد أعجبته خضرة الدمن وأشد التصحيف تصحيف العالم بفن من الفنون ينسخ في غير فنه كحال ناسخنا فإن مزيد فهمه وعلمه فيما يختص به يدعوانه إلى تصوير اللفظة أو الاسم الذي لم يخلص إلى حقيقته بحسب ما اجتهد في إدراكه لا بحسب ما وقعت عليه عيناه ومعناه أنه لا يكتفي إذا اضطربت عليه القراءة بتصوير اللفظ على الهيئة التي يبدو عليها بل يجوز ذلك إلى اقتراح بدائل يتمثلها صوابا لازما فيرتقي بالقارئ من التصحيف إلى التعمية وذلك ضرب من الإعضال الوالغ في غياباته البعيدة فيصير المحقق بالتبع لا بصدد تصحيح التحريف
لكنه تلقاء فك المعمى والتكهن بمن قدح في ذهن الناسخ أوان نسخه. فترى أن إسماعيل بن شاووس يصير في النسخة إسماعيل بن جرجس، وضمضم بن جوس ينقلب إلى ضمضم بن جوشن، وزبان بن فائد الحمراوي يحال إلى أبان بن قائد الحمراني، وعياش بن عباس القتباني يصير عياش بن عياس الغتباني، وهكذا دوالك. ومن هذا القبيل مئات المواضع. ومنه أن والد عبيد وهو ابن أبي عبيد عرف بأشياخ كوثا صار باقتراح الناسخ الشاذكوني. وليس يغيب عنكم أن ما أحاله الناسخ عن وجهه أهدى وأظهر في الغالب من أصله، وذلك أدعى إلى طمس ما في الأصل والتعمية عليه فيعسر الاهتداء إليه، وتلك هي القاصمة. ولم يغب عني شيء من ضريب ما مر حين أمطت به منزعتي، بل أدركت ما يحفه من عسر، وما يعلق بتلابيبه من أسر، وما ينزفه من وقت وجهد، لكن ما وسعني التخلف، وقد يركب الأمر الذي ليس حاله إذا ما أضافته إليه الضرائر. ولا أحب أن أخلي هاته الإلمامة من الإقرار أن الكتاب كان موجودا بين أيدي الناس من غير أن يقدروه حق قدره أو يعرفوا به. وقد صورته بعثة المخطوطات العربية فيما صورته من خزانة بن يوسف بمراكش منذ نصف قرن وزيد، وعدته من نوادر المخطوطات بالمغرب كما أثبتته مقالة مجلتها بنفس العنوان، وقصار الوصف ثمة خمس كواريس في الرق في طبقات المحدثين بدون رق. بل إن في مكتبات الشرق صورا عن هذه النسخة وقفت عليها، لكن لم يلتفت إليها أحد، ولم يسبقني سابق إلى ذكر الكتاب أو الدلالة عليه أو التقحم في مضايق تحقيقه. فمن زعم إلمامه بشيء من ذلك فمن طريقي فحسب، وإن جحد كفرانا ونكرانا. وعليه فمما يميز الكتاب اكتشافه لأول مرة، ونماؤه لفترة التأسيس النقدي، واندراجه في حلقات التكوين التي غذت موارد الشيخين الأكبرين البخاري ومسلم، إذ حميد من مشايخهما، واعتزاؤه للتراث الخراساني البادخ الحديثي، واحتفاله في جلب مادة غزيرة في الطبقات والتفنن في تصنيفها، واحتفاظه بأفراد من الروايات لا تجدها في غيره، ونظره المؤكد بما بقي من قسمه الأخير إلى كتاب تسمية من روي عنه الحديث لعلي بن المديني المتوفى سنة 34 و200، فهو في قدر منه نسخة ثانية. وأما حميد بن زنجويه فليسعك منه أنه أبو أحمد الأزدي حميد بن مخلد بن قتيبة النسائي قال وهو من الثقات، قال ابن أبي حاتم سئل أبي عنه فقال صدوق، وقال النسائي ثقة، وقال أبو حاتم البستي كان من سادات أهل بلده فقها وعلما، وهو الذي أظهر السنة بنثى. وقال أبو عبد الله الحاكم في تاريخ نيسابور محدث كثير الحديث، وقال في غيره إمام عصره بنسى. وقال عنه ابن النجار البغدادي الحافظ محدث مشهور. وأما الذهبي فبلغ في الثناء عليه الغاية، فهو القائل في تحليته في مواضع متفرقة من كتبه الإمام الحافظ الكبير أحد الأئمة المجودين، كان ثقة ثبتا كبير القدر. ويدل لإمامة أبي أحمد أنه كان بمكان أثير من ابن المديني الإمام إلى الحد الذي دعاه ليدله على من يأخذ عنه الغرائب، وكان علي مولعا بها. حكى حميد فقال قلت لعلي بن المديني إنك تطلب الغرائب فأتي عبد الله بن صالح واكتب كتاب معاوية بن صالح تستفيد 200 حديث. وأما مشيخته فحفيلة جدا، تنوقت في جمعها وأتعبت نظري في تتبعها، وهو مسرد طويل أعفيكم من ذكره
إذ سيبرمكم وسيأخذ من وقتنا الشيء الكثير. وأما أوضاعه وتآليفه فمنها الأموال، وهذا معروف، هذا فيه كتاب شيخه أبي حبيب وهو أشهر كتبه وهو مطبوع، وفضائل الأعمال، ودخل الكتاب في جملة مرويات العلماء بأسانيدهم الموصلة إليه وأفادوا منه ولم يصلنا، فممن رواه محمد بن عبد الواحد الملاحي الغافقي الأندلسي المتوفى سنة 1960 في كتابه لمحات الأنوار، وقد نقل عنه عشرات النقول. ورواه أيضا عز الدين بن جماعة الكناني المتوفى سنة 67 في مشيخته المخطوطة، ونقل عنه السيوطي وأسند عنه في أنساب الكتب وهو يرويه بسنده إلى ابن بشكوان. وله كتاب الزهد عزاه إليه ابن ماكولة في الإكمال، وتلبثت في اعتماد مطبوعته إشفاقا من التصحيف، لولا أن موضع الذكر بعينه مما نقله ابن نقطة في تذييله فصح النقل بذلك. وله كتاب الآداب وهي تسمية مختصرة، وسماه ابن ناصر الدين آداب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كتب حميد التي لم تصلنا. رواه أبو بكر محمد بن علي بن محمد العطار الخزيمي المتوفى سنة 1500 عن جده بسنده إلى, 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 إلى السمعاني سماعا منه. وأما الكتاب الذي نحن بصدده فليسعكم أن أقتطف مقتطفات عبر نقط هذا تفصيلها: اسم الكتاب وتحقيق نسبته ومصادر الكتاب وأثر الطبقات في كتب اللاحقين وقبسات من منهج الكتاب وابن مزاحم وتذييله على الكتاب والوصف الكوديكولوجي للنسخة. أما اسم الكتاب فلا ذكر له في مدونات التراجم وفهارس الكتب، وليست نسخته تامة فتحفظ عنوانه الأصيل، لكن استخراج اسم له ليس للأمر المعضل والعسير لما في ثناياه من الدلالة عليه، فهو لا يني يسوق مسارد بالفقهاء والمحدثين على الطبقات، وقد نقل من غير تسمية عن كتاب طبقات الفقهاء والمحدثين لشيخه الهيثم بن عدي، فيكون عنوان طبقات الفقهاء والمحدثين قائما بمعنى الكتاب موافقا لمعهود صنائع المؤلفين، مع بقاء احتمال أن يكون صاحبه قد اختار غيره مما لم نقف عليه للحين، والله أعلم وأحكم. وأما تحقيق النسبة فكلما تحقق للكتاب تداول واسع في حلقات الدرس والإقراء، وتعددت الإفادة منه في مصنفات الفن، وتكرر ذكر اسمه في الموارد والفهارس والأثبات، كلما كان العناء في تحقيق نسبته إلى صاحبه هينا، لكن أيا من هذه الاعتبارات غير متحقق في خصوص كتابنا، فلا هو تدور بشكل متسع ولا أحد ممن عرفناه سماه أو عرج على النقل منه، ولولا ما بقي من عين الكتاب ماثلا لأعيا أشد العلماء حرصا أن يعلم بوجوده أو يدل على منتماه. ولكن الكتاب مع ذلك لحميد بن زنجوية بدليلين قاطعين: أولا، وقوع التصريح باسم المؤلف مجردا في تضاعيف الكتاب مرتين اثنين، وعبارة قال حميد في الموضعين مقتطعة عن بقية الكلام، مفردة بالاستئناف، مغلظة في الخط خلاف جميع النقول المعلقة، حتى لا يحتج باحتمال أن يكون المؤلف ناقلا عن حميد لا حميد نفسه. ثانيها، انتهاء أسانيد الكتاب إلى ابن زنجوية واتفاقها مع أسانيد كتاب الأموال المطبوع، فمن مجموع 22 شيخا ذكروا في أطواء الطبقات 16 منهم مذكورون أيضا في كتاب الأموال، واثنان لم يسميا وذكرا على الإبهام، وأربعة انفرد بذكرهم كتاب الطبقات. وأما مصادر الكتاب فلا تظنن أن النسوي قد استقام له هذا الحصر المنبئ عن استقراء تام طفرة لم يسبقه إليه سابق،
وإنما اليقين أنه وجد بين يديه على سماعاته من شيوخه مثلا إنحى إليها واستند عليها، لكنه لم يعرفنا بها، وغالبها بحسب ما ظهر مدنية وعراقية. وقد أطال المؤلف النفس في الحديث عن فقهاء ومحدث الكوفة أكثر من غيرهم، ولعل مرده اعتماده بشكل حاسم على مصدر موسع هو كتاب طبقات الفقهاء والمحدثين للهيثم بن عدي، وهذا أعرف بصقعه، ولا يبدو أن النسوي نقل نقلا مخلصا في الكتاب كله عن مؤلف مثل ما نقل عن تأليف الهيثم هذا، فإنه الوحيد الذي يعزو إليه من غير تسمية كتابه حصر ولوائح الفقهاء، ولا يفعل ذلك مع غيره إلا أن تكون رواية مجردة. ولئن كثرت نقول الأخباريين عن الهيثم في أخبار الخوارج ومثالب العرب وأخبارها لقد قل منها ما يستظهر أنه من كتابه الذي ذكرنا لعينه، وبذلك يكون كتاب ابن زنجوية للحين رئي كتاب الهيثم ينظر به ويدل عليه. ونقل المؤلف عن طبقات الهيثم نصوصا مؤسسة تتعلق مسيس التعلق بنظام التطبيق وتفيء فقهاء الأمصار، أولها نص للزهري في تسمية الطبقة الأولى من متفقه المدينة بعد الصحابة، وآخر لعبد الله بن عمر، وثالث عن الأعمش عن أبي صالح، ورابع عن الشعبي في الأفقه من أهل المدينة، وكلها في الطبقة الثانية من الفقهاء المدنيين بعد الصحابة، وما دونها خبر وحيد لعبد الله بن عياش الهمداني في تسمية الطبقة الأولى من التابعين من أهل مكة. وليس بخاف تأثره الشديد بالهيثم في منهج التصنيف، فإن تشقيقه صحابة الكوفة دون غيرهم لمعاملة الصحابة معاملة الطبقة الواحدة لربما يكون صنيع الهيثم شايعه فيه. وأما شيخه الأثير أبو معين الفضل بن دكين المتوفى سنة 1820، فقد نقل عنه في غير موضع بلغت 10، وهي قياسا إلى مبلغ ما نقل عن غيره كثيرة جدا، وأظنه رجع إلى بعض تآليفه كما يستشف. ولا ندري أفاد ابن زنجوية من كتابي ابن سعد في الطبقات فحسب، أم جازهما إلى كتب شيخه محمد بن عمر الواقدي، ولا سيما أن كتابيه الطبقات وتاريخ الفقهاء، ولكن الخطة التي انتهجها أشد بساطة من نظيرتها عند ابن سعد، فهاته في تفاصيلها أوغل تقعيدا وتعقيدا وأكثر مادة، ويظهر ذلك بأدنى ملاحظة خاصة في قسم الصحابة. ولا يعسر علينا أن نجد النظر إلى كتب ابن سعد والسير على منهاجه في تفاصيل بعض التراجم، لا يعسر علينا هذا الأمر إذا ما عارضنا بين كتاب الهيثم وكتاب الطبقات الصغير أو كتاب الطبقات الكبير كلاهما لابن سعد. ويقع التوارد بين المؤلف وخليفة بن خياط العصفوري في بعض المواطن، لكن ذلك ليس قاطعا في استمداده من كتابي التاريخ والطبقات، فمن ذلك قوله عجلان مولى المشمعل يروي عنه ابن أبي ذئب، وقوله عبد الله بن سيدان السلمي روى عن أبي بكر وعمر. وقد روى أبو أحمد في الكتاب روايات فاذة عن شيوخ بأعيانهم، لا ندري أهي روايات مجردة أم نقول عن مصادر لم تصلنا. وأما أثر الطبقات في كتب اللاحقين فلم نعثر مع الجهج على من نقل عن كتاب الطبقات هذا أو سماه أو سلكه في مؤلفات حمري، وإن كنا نستروح من خلال موضع فاذ في التاريخ الكبير للبخاري أن هذا لربما اطلع عليه وطوى ذكره على عادتهم حينها في عدم تسمية المناقل التي ندر رجوعهم إليها،
فإنه قال في رسم مالك بن ربيعة رضي الله عنه: مالك بن ربيعة أبو مريم السلولي له صحبة. قال حميد النسوي: حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال لا حدثنا أوس بن عبيد الله السلولي قال حدثني عمي يزيد بن أبي مريم حدثني بريد بن أبي مريم إلى آخره. هذا كلام الإمام البخاري. ومع أن هذا الحديث لم يقع في كتابنا إلا أن ترجمة راويه مثبتة فيه بعين ما أثبته البخاري، فقد سلكه حميد في من راى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن دخل الكوفة، فقال مالك بن ربيعة أبو مريم السلولي. لا أطيل في هذا الأمر، لكنني وقفت على قرابة 10 نقول يقع الحافر فيها على الحافر بين البخاري وشيخه حميد، حذر القذة بالقذة، ويبعد أن يقع هذا التوارد في هذه المواضع كلها، وإن كانت مادة الرواة متقاربة لكنه يندر ويبعد أن يقع هذا التوافق وهذا التناظر إلا عند النقل المباشر. وقد أرفقت الدراسة بجدول يعزز التوارد المؤلف، فإما أن البخاري رحمه الله نقل عن كتاب شيخه ولا مانع يمنع منه، وإما أنهما تواردا معا على النقل عن أصل لم يتبين لنا للحين. قبسات من منهج الكتاب. الحقيقة أن الحديث عن منهج كتاب في الطبقات مع إعضال مناهج المؤلفين في الطبقات هو ضرب من طلب ما لا يطلب، خاصة إذا ما كان الحيز الزمني قائما عليك كسيف ديموكليس. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. كان من سوء جد الكتاب أن تتمزق أوصاله في رحلة الزمن، فأذهبت أطرافه وذهبت معها خطبة الكتاب. وفي ظني أن الكتاب حتى لو سلم برمته وحتى لو وقعت إلينا الخطبة لما كان فيها غناء كبير ولا إمعان في تفصيل الخط المنهجي للمؤلف على عادة المتقدمين في تخليص وتلخيص الخطبة وحز المفاصل فيها دون الإطناب في منهج التأليف أو التوسع في مدح الذات أو طلب ما وراء تسمية المقصود رأسا. وقد تفطر إلى هذا المستشرقون فضلا عن العرب، وألم به إلمامة يسيرة طيبة آدم ميتز في الحضارة الإسلامية في القرن الرابع، ودلل على أن مقدمات الكتب في القرون الأولى كانت وجيزة تحز المفاصل وليس فيها من تفصيل ولا بيان منهج كما صار عليه الأمر بعيد ذلك. بالنسبة للصحابة عاملهم المؤلف معاملة واحدة، لا أستطيع أن أصرب كل ما هنالك. وأما التابعون فعدهم من أهل المدينة 5 طبقات، وثنى بتابع مكة ومن بعدهم فسمى 4 طبقات، وثلث بتابع الكوفة ومن تلاهم فعين منهم 8 طبقات، وعد من تابع أهل البصرة ومن ردفهم 6 طبقات، وهكذا بالنسبة لتابع اليمن واليمامة والطائف والمصريين وأهل فلسطين وأهل الدمشقيين والحمصيين وأهل الجزيرة وأهل خراسان. وهو حين يفصل بين الفقهاء والمحدثين يصدر الطبقات أبدا بالفقهاء، ويتأسس على ما مر جملة لاحظات أن المؤلف عدى الصحابة كلهم طبقة واحدة، أن ابن زنجوية يفرق في مصر برجال الكوفة بين من دخلها من الصحابة دون من دخلها وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تمييز صحيح له معناه عند المؤلفين. لم يقع إخلال بالميز بين الصحابة جملة واحدة والتابعين فمن بعدهم جملة واحدة إلا مرة واحدة. قصر الطبقة الأولى من فقهاء مكة على أصحاب ابن عباس. ليس هناك تناسب شكلي بين أعداد طبقات تابعي المدن. يشقق المؤلف في بعض الأحيان طبقة بعينها إلى فئات مختلفة. أفرد المؤلف في مرة واحدة
إسناء مصردا خارجا عن نظام الطبقة في رجال مدينة واحدة، فذكر تسمية من كان باليمامة من المعروفين من العلم. تخلى نهائيا عن محدثين أهل اليمامة وطرد ذلك في بقية من الكتاب. يلاحظ النسوية يراعي في نسبة الراوي إلى الذي بعينه، استقرار الراوي فيه في غالب أمره، وألحق الرواة من واسط بطبقات الرواة من البصرة، وهو ضرب من إلحاق الشيء بما يقاربه. أفرد في كتاب، وهذا نفيس جدا، لا علي أن لا أذكر شيئا من غير هذا، وهو نفيس جدا، ميز حميدا عن كافة أصحاب الطبقات أنه أفرد القسم الأخير من كتابه لتسمية من روي عنه الحديث من أولاد العشرة. وهذا على الحقيقة مبحث، وإن وجد مبثوثا في تضاعيف كتب الطبقات والتواريخ، إلا أنه لم يخلص على جهة التمحيض مفردا إلا عند شيء فيلسوف الصنعة ابن المديني رحمه الله. وقد اعتمد من حققه على نسختين اثنتين لا تعرف لهما ثالثة، لكن النص مع ذلك يطرح إشكالات كثيرة لم تتبدل إلا بمعارضة هذا الكتاب بالقسم الذي وافقه عند حميد. فهو بمعنى آخر نسخة ثالثة مصححة ومزيدة من كتاب ابن المجيني، ولو لم تكن له إلا هاته الضميمة لكان حقيقا بأن يجد لأن يجد مكانه الأثير في المكتبة الحديثية البالغة. لزومه جلد الاختصار المرتسم، فهو يعرف الراوي بإشعار شيوخه وتلاميذه أو بقرابته لراوي شهير أو بزيادة تعريفه بذكر أشهر من روى عنه، وقد يزيد من احتمال التعيين بنسبة الراوي إلى ناقل شهير، وقد يترقى إلى أن يعلل النسبة أو الصفة، وقد ينسب الراوي إلى خبر اشتهر بنقله أو بعض من فرض بروايته وهو نادر، أو يعرفه بلقب أو حرفة أو فن أو منصب أو منقبة أو بذلك كله، ويحتفل بتمييز المتفق والمختلف، ويعتني بذكر الإخوة من الرواة، ويميز بين الصرحاء والموالي من الرواة غالبا، وينبه على أصولهم، ويكرر بعض التراجم لاعتبارات النسبة، ويراعي عامل الرواية. فلذلك ينص على من أدرك بعض الصحابة ولم يسمع منهم، وهو اعتبار له قدره في الاتصال والانقطاع، وهو شديد الغوص على معرفة منتوى الرواة وأنسابهم، ويميز بين الرواة الذين نسبوا إلى بلدان سكنوها وإن كانت أصولهم من غيرها، وهو يسوق بعض الإفادات بطريقة التوارد الحر. ومن روابط التأليف أيضا جمع الرواة في نفس الطبقة بضمائم هي شركة بين بعضهم كالكونية مثلا، ويعتني بألقاب الرواة، وينسق في قرن ذكر ما تشابه منها في الطبقة الواحدة، ولا يلتفت إلى الوفيات غالبا إلا بشكل غير مباشر، ويخرج عن رتابة سرد لوائح الرواة المجردة بتعضيضها بنصوص مسندة، ويقدم الإمام للطبقة بجملة أخبار تدل على فضل عيانها جملة. الحاصل أن كتاب الطبقات لحميد بن زنجوية نص جديد يفتح مغاليق كثير من إشكالات الصنعة الحديثية المرتبطة بالإسناد. والحق أن المشتغل بهذا الفن ومعنا علماؤه والراسخون فيه يعرفون أنه في فن علم الحديث لا يسوغ لك أن تتوهم أن أصلا يقوم مقام أصل، ولا يسوغ للطالب أو الباحث أن يستبد بأصول معلومة ثم يزعم بعد ذلك أنها تغنيه عما سواها، بل هذه الكتب برمتها هي التي تشكل الصورة المتكاملة في نهاية المطاف، وهي التي تملأ الفراغات. ورب كتاب جديد تظهر فيه روايات فاذة وطرق جديدة، تظهر كثير من العلل والأخطاء بمعارضة هذه بما يقاربها ويناظرها.
فكل كتاب يتفصى من غاشية الجهالة العينية يضيف إلينا معرفة حديثية مؤسسة أكثر من ذي قبل. ويكفي أن أقول إن كثيرا من المعلومات التي توجد في هذا الكتاب تصحح أو ترجح كثيرا مما ادار الخلف فيه بين كثير من النقاد، وبعض الروايات لا توجد إلا في هذا الكتاب. على أن الحديث عن معضلاته ومشكلاته أتحمل الوزر فيه لغرمه وللقارئ غنمه، وكثير من الأمور التي يعانيها المحقق تطوى في أدراج وتضاعيف الحواشي، ولعله لا يصرح بكثير منها. أحيانا يحتاج لتصحيح وهم إلى أن ينظر في عشرات الكتب. فهل يسجل في الحاشية أنني لتصحيح هذه اللفظة الواحدة قد راجعت مكتبة كاملة؟ يكون ذلك من التزيد الباطل ومن التلبس بأثواب الزور، لكنها معاناة لا يعرفها إلا من جاء أحدهم إلى المبرد ليقرأ عليه الكتاب السيبويه، فقال له: هل ركبت البحر استعظاما لما فيه. فمن لم يمارس معضلات التحقيق عن نسخة واحدة مصحفة ومحرفة لم يدرك تمام الإدراك هذا الذي ندندن عنه جميعا. لا يسعني في نهاية الشوط إلا أن أحيي هذه المدينة الطيبة والطيب أهلها، وأن أحيي هذا المركز الطيب وأهله القائمين عليه والساعين في الترفيع بالمعرفة بجمل فروعها، ولا سيما المعرفة الشرعية. وإني لسعيد غاية السعادة أن أكون بين ظهرانيكم وأن أتملى بمجالستي ولقائي وسماعي فضيلة شيخنا العلامة سيدي مصطفى بن حمزة، الرجل الحركي العالم الحركي بمعناه الفعلي، رجل الفعل لونداكسيون، ماشي بالحركي بمعنى السياسي، الرجل الفاعل المنخرط في هموم الناس والقائم على ثغر من ثغور الله عز وجل. نسأل الله عز وجل لجميع الحاضرين والقائمين أن يسدد مقاصدهم وأن يعينهم، ولفضيلة الشيخ مدير الجلسة فائق الشكران وسابق الامتنان، والسلام المعاد الكريم على الجمع الكريم، ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضرة الأستاذ الكبير دكتور ياسين محمد طبراني على هذا العرض القيم. فعلا أنا كنت محرجا معه لأن هو خاف من سيف ديمقليطس، وصف واقعي صافي ماشي لكنه سيف للفرجة، لا يقطع الرقاب.